أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال قد تكرر كثيرا، يقول أحدها: هناك من يعرف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى يصير أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فهل هذا التعريف ناقص أم صحيح؟ هذا ناقص، لأنه ترك بعض التعريف. الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما هو باعتقاد وعمل أو قول وعمل، وإنما هو مجموع هذه الأمور: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وأما يزيد وينقص، هاتان صفتان له، صفتان للإيمان، وهذا رد على المرجئة، لأن المرجئة يقول الإيمان ما يزيد ولا ينقص، الإيمان بالقلب ولا يزيد ولا ينقص، هذا من رد عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.